انت نسيتي صوتي ولا ايه؟ انا تهامي، تهامي يا نوسة. وحشتيني قوي يا بنت. انت كمان وحشتني قوي يا تهامي. مال صوتك يا نوسة؟ لا اصل انا متخانقه مع بابا. في واحد متقدم لي انه واحد صاحبه جاي من الخليج معاه قرشين وجاهز، وبابا مصر ان انا اتجوزه. احنا مش جينا قرينا الفاتحه مع ابوك يا نوسة؟ وناجي بيه عطا الله جه معايا؟ هو لعب عيال ولا ايه؟ اسمعي يا نوسة، انا جاهز اكتر منه ومن اللي خلفوه. انا بقيت مليونير ومعايا فلوس كتير قوي، فلوس هتأمن لنا مستقبلنا ومستقبل ولادنا طول العمر. مليونير ازاي في شهرين يا تهامي؟ انت بتضحك عليا على فكره. ايه سرقتوا بنك؟ يا ست مالكيش دعوه جبنا فلوس منين. المهم دلوقتي تقول لابوك اللي جاي بعد بكره وهنفذ له كل اللي هيطلبه مني يا نوسه. انا في سوريا يا ست، مفيش طيران غير بعد بكره. اسمعيني كويس دلوقتي يا نوسه، عايزك تنزلي تدوري على اجمل فيلا في مصر يا نوسه وتعرفي منها كام، وتنقي اغلى واحسن عفش في مصر. زي النهارده يا نوسه هنكون متجوزين وفي بيتنا. ما تقلقيش انا ما عملتش حاجه غلط، والله العظيم ما عملت حاجه غلط. انت عارفاني كويس يا نوسه. مع السلامه. ايه يا تهامي؟ ايه يا تهامي؟ ايه يا ابني اللي خلاك تقول لنا احنا في سوريا؟ مش ناجي بيه ننبه علينا؟ ما حدش يقول احنا فين بالظبط. يا زهري يا اخي ما كنتش مركز. انا اول ما قالت لي ان في واحد متقدم لها حسيت ان التعب ده كله اللي انا تعبته وراح على الفاضي. انا بحبها يا زهري، الفلوس دي كلها مش هيبقى لها قيمه لو نوسه راحت مني. طب احنا ماشيين بكره راجعين مصر، هتعمل ايه هنا في سوريا؟ بتيجي معانا؟ انا عندي شغل وانت فاكرني جاي اتفسح. شغل؟ شغل ايه؟ بيدوكي كام؟ الموضوع مش موضوع فلوس، هو انت بتقدر العمل بقيمته الماديه؟ لا لا لا، ده انا اخر حاجه افكر فيها القيمه الماديه. بالعكس، فلوس فلوس ايه؟ الفلوس دي ورق في النهايه. طب انا هشوفك ازاي في مصر؟ انت فعلا عايز تشوفني يا ناجي؟ والله انا لولا مرتبط بابو القاسم ما كنتش مشيت من هنا الا ورجلي على رجلك. مين ابو القاسم ده؟ ده راجل طيب، راجل كويس هنا، شريكي في شغل بعمله في سوريا. طب خلاص الغي سفرك ونمشي مع بعض. لا ما انا ما اقدرش، اصل لازم اروح مصر اول ارسق نفسي واوضب روحي لغايه ما تيجي انت بقى ونعملها. أقوم كده زي بتوع السيما. ناجي انت بتتكلم بجد؟ فعلا عايز ترتبط بيا؟ انا عمري ما خدت في حياتي حاجه هزار، حياتي كلها بجد بجد. الهزار اللي بعمله ده كان كاموفلاج عشان ايام تعدي ونخلص. انا طول عمري ما كنتش لاقي حاجه اهتم بيها، دلوقتي لقيت الحاجه اللي اهتم بيها. أنا لما قابلتك يا كاميليا حسيت إن أنت الإنسان اللي ممكن نقعد مع بعض، نتغابى مع بعض، ونعكن على بعض في الأيام اللي باقية. ده كلام حب جديد خالص. والله ما خدت بالي. يا تهامي مالك؟ لا ابدا مفيش يا باشا، احنا بكره راجعين الساعه كام ان شاء الله؟ النهارده الساعه 6. طب استاذن سعادتك يا باشا، اسبق انا النهارده وتحصل لي بكره. ليه في ايه؟ لا ابدا يا باشا، اصل انا يا باشا كلمت نوسه و ايه وايه؟ تقدم لها عريس وابوها مصر يجوزوا لها غصب عنها. يعني هو هيجوزوا لها الليله دي؟ لا طبعا يا باشا، بس أنا خايف يرتبط معاه بكلمة وما يعرفش يرجع فيها. لا ممكن أوي يرجع في كلامه. اسمع يا تهامي، أنت سبت مصر بعد ما أنت راجع لها دلوقتي. الفلوس اللي معاك تخليه مش يرجع في كلامه؟ لا، هيجوزك نوسة، ولو طلبت كمان إيد أم نوسة مش هتأخر عليه. يضحك كده وفرفش. يلا فرفش.
فين الواد ابراهيم؟ خد تعالى. كنت فين امبارح يا ابراهيم؟ ناجي باشا؟ لا مفيش، ده احنا نزلنا نتمشى شويه، اصل الجو كان حلو فقلنا نعمل شويه رياضه. وعملت شويه رياضه؟ للاسف شويه تمارين خفيفه، اصل الرياضه رياضه ممنوع هنا. تعرف يا باشا انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط الشيوعيه عمل حاله من عدم التوازن في العالم، أدى إلى ما يسمى بالنظام العالمي الجديد اللي هو إيه بقى؟ تحكم القوة الرأسمالية الواحدة في مصائر العالم التالي، وكل ده بسبب البروسترويكا. إيه واد الثقافة اللي حطت عليك فجأة دي؟ ده أنت كنت تافه ما تعرفش الألف من قوس الدور، أنت جبت الكلام ده منين؟ أصل إحنا عدينا على المركز الثقافي الروسي. والله؟ بس الناس إيه يا باشا؟ ما شفتش حلاوة كده ولا طعامة ولا جمال في المركز الثقافي الروسي. ده انتوا قعدتوا بقى. ده احنا خدنا ودينا معاهم كتير، ده احنا قضينا الليله كلها هناك. كنتوا فين امبارح يا عبد الجليل؟ كنتوا فين امبارح؟ في قهوة العروبة يا باشا. قهوة العروبة ايه يا حيوان؟ ده كان المركز الثقافي الروسي. ولا تعرفني قهوة العروبة قلبت ثقافي روسي. أنا مش بقول لك يا باشا ده جاهل، ده فاكر القهوة مركز ثقافي روسي. شوف ياض أنت وهو. أنتوا لا كنتوا في قهوة ولا كنتوا في المركز الثقافي الروسي. أنتوا كنتوا في كباريه الصيع. وأنا الحق عليا اللي نزلتكم بعد الساعة 8. وانت فكرك يعني يا باشا احنا رحنا الكباريه ده للمسخره وقله الادب؟ امال علشان ايه؟ لطلاق الحضارات، احنا لما نعمل تبادل ثقافي ما بيننا وبين الجنسيات التانيه ده بيوسع مداركنا، صح يا عبد الجليل؟ بيوسع مراكبنا. مداركنا. بيلسع مراكبنا. عليا الطلاق يا باشا، هم سته بيره هم اللي جابوا من الاخر معايا. يلا نجار انت وهو. النهارده النبطشيه بتاعتكم. وزاهر وتهامي هم اللي هينزلوا. يلا اطلعوا لفوق. يلا يلا بالراحه بالراحه بالراحه. قهوة يا حمار. ايه يا جدعان في ايه؟ ناجي باشا كل اللي يهمه حد يقعد جنب الفلوس، اي حد. اسمع يا ابراهيم، ما دام ناجي باشا قال لك تقعد انت عبد الجليل بقى لازم انتوا اللي تقعدوا. يا جماعه احنا ننفذ كلامه بقى بالحرف الواحد. يا نهار مش اسمك يا جدعان، يا نهار مش اسمك ايه؟ انتوا ما سمعتوش ابراهيم؟ الله، ولا كنتوا نايمين يعني؟ الراجل بيقول $1,000 لكل واحد فيكم يقعد بس جنب الشنط، وقال اسمه حارسها. الله، ولا هو رزق الهبل على المجانين يعني؟ ما احنا كنا في مصر بنقعد نبرم كده على ربع المبلغ ده وما بلاقيهوش، ولا هو نفسي فيه واقول اخي. يا عم دي عالم فارقه مش وشنا يا عم، احنا نقلع. يلا استنى استنى بس يا ابراهيم استنى بس. طب هنقول ايه لناجي باشا بس؟ يا عم يا حكايه ما تقول له اي حاجه، قول له قلنا لابراهيم ما جالناش مزاج ننزل، وكمان هو ناجي باشا فاضلنا؟ ما هو قاعد مربط مع المزه اللي معاه تحت وعايش الحدوته بتاعته. انجزوا.